تحياتي لكم أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج موندو كالشيو. في موندو كالشيو سنتحدث عن الكالشيو وكواليسه الفنية والتكتيكية، وكذلك قراءة في مختلف الأخبار اليومية من زوايا عديدة. حلقة اليوم موجهة للإنتر وملاكه الصينيين، خاصة بعد قرارهم المفاجئ ببيع غالبية أسهمهم في الفريق مع نهاية الموسم الحالي أو بمجرد وصول عرض مالي مهم، وهذا ما تأكد في الأسابيع القليلة الفارطة، حيث جلست مجموعة سانينغ إلى طاولة المفاوضات وتحدثت مع صندوق استثماري بريطاني اسمه بي سي بارتنرز، مبدئيا هو بريطاني أمريكي. والشخص الذي فاوض سانينغ وعائلة زهانغ هو اليوناني نيكوس ستاثوبولوس المدير التنفيذي لهذا الصندوق، وإذا سارت الأمور بالشكل المناسب سيكون هو الرئيس الجديد للإنتر. نيكوس ستاثوبولوس خبرة مالية كبيرة، علاقات مع مختلف البنوك العالمية، خبرة اقتصادية منذ سنة 2005 إلى جانب إتقانه للغة الإيطالية. ولكن هذا الصندوق مازال غامضا على المستوى الرياضي والكروي، بمعنى أبسط استثماراته في الرياضة وكرة القدم غير موجودة، باستثناء بعض الخطط المستقبلية من بينها خطة لتطوير وتغيير نظام بطولة اليورو 2024، وكذلك تطوير ملعب سان سيرو، إلى جانب تطوير عائدات البث التلفزي للكالشيو الإيطالي داخل وخارج إيطاليا. ولكن ماذا عن الجانب المقابل، مجموعة سانينغ؟ لماذا قررت في هذا الوقت بالذات التخلي عن إنتر؟ السؤال هنا والذي يبقى مجهول الإجابة لحد اللحظة، من يقف خلف هذا القرار المفاجئ والسريع على مستوى التوقيت؟ مبدئيا بيبي ماروتا المدير التنفيذي للإنتر، وهو الجهة الرسمية الأولى في الإنتر، أكد هذا الخبر بعد لقاء فيورنتينا في الكوبا. بذلك الأخبار لم تعد مجرد إشاعات. سانينغ قررت بيع 40% من الأسهم أو 68% أي كامل الحصة. هل حقا أن الحكومة الصينية طلبت من زهانغ وسانينغ العودة إلى الصين وإعادة المال إلى الصين واستثماره في الرياضة الصينية؟ الإجابة لحد الآن لا، وهذا غير صحيح وغير مؤكد. على سبيل المثال، واندا جروب المجموعة الصينية تمتلك أسهما وحصة في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لم نسمع أخبارا عن بيعها لهذه الحصة وعودتها إلى الصين. فوسن جروب المجموعة المالكة لنادي وولفرهامبتون، لم نسمع عن وولفرهامبتون للبيع مثلا. تشاينا ميديا كابيتال وهي شركة إعلام تتبع الحكومة الصينية تمتلك 13% من أسهم المان سيتي، ولم نسمع أخبارا عن بيعها لهذه الحصة. إذن من يقف خلف هذا القرار الغريب؟ لهذا الخبر أو لهذا القرار سيناريوهات متعددة ومختلفة، سنتحدث فقط عن ثلاثة منها لأنها هي الأقرب إلى واقع سانينغ وكرة القدم بصفة عامة، وسانينغ وإنتر بشكل خاص. من 2016 إلى 2021، فترة الخمس سنوات الماضية، كيف كانت النتائج الكروية في إنتر؟ هل هي كبيرة؟ لا. كيف كانت النتائج المالية في إنتر؟ هل هي عظيمة؟ الإجابة أيضا لا. ماليا صحيح، إنتر تطورت علامته التجارية وأصبح فريق له وزن ثقيل على مستوى عائدات البث التلفزي ومداخله في ازدياد كل شهر تقريبا، ولكن لم نسمع يوم عن مستشهر أوروبي، آسيوي، خليجي، أمريكي، أيا كانت جنسيته، أتى إلى إيطاليا وتفاوض مع الصينيين من أجل دفع أموال كبيرة لتمرير علامته على القميص أو في الملعب أو في مركز التدريبات. النقطة الثانية، لم نسمع يوما أن شركة نايك المستشهر الرياضي للإنتر قدمت مشروع تجاري ضخم لمدة 20 سنة بعقد كبير ماديا وكرويا. طبعا هذا السيناريو لم يكن موجود، وهذا ما يفسر أن إنتر لم يدخل حتى قائمة التوب 10، أفضل 10 فرق على مستوى العائدات المالية والمداخيل المالية. كرويا الآن، ما هي النتائج التي حققها إنتر
على المستوى المحلي والأوروبي. سانينغ نجحت على مستوى الاستمرارية في تحقيق هدف الوصول إلى دوري أبطال أوروبا كل موسم تقريبا منذ عهد سباليتي وصولا إلى كونتي، ولكن الفريق يغادر من دوري المجموعات، وهذا طبعا له تأثير سلبي على ميزانية الإنتر كل موسم. القفزة الأوروبية كانت متوقعة هذا الموسم، وأغلب عشاق الفريق توقعوا قفزة أوروبية كبيرة هذا الموسم، خاصة بعد فاينل اليوروبا ليج الموسم الفارط، ولكن هذا للأسف لم يحصل، وإنتر غادر هذا الموسم من جميع المسابقات الأوروبية، وطبعا سيكون له تأثير أكثر من سلبي على ميزانية الفريق. موسم 2019-2020 إنتر أغلق هذا الموسم بخسائر تقدر بحوالي 100 مليون يورو. موسم 2020-2021 أي الموسم الحالي مؤكد أن الحساب سيكون سلبي وبرقم مضاعف في حدود 200 أو 250 مليون يورو. هذا السيناريو الأول الذي ربما دفع سانينغ إلى التفكير بجدية في الانسحاب من إنتر وبيع الأسهم ومغادرة الفريق. السيناريو الثاني والقراءة الثانية لهذا الخبر: مجموعة سانينغ سنة 2018 اقترضت مبلغ قيمته 600 مليون دولار من علي بابا جروب الشريك التكنولوجي، ومن بنك جولدمان ساكس الأمريكي الشريك المالي الذي دفع ما يقارب 360 مليون دولار من أجل بعث شركة رياضية أطلق عليها فيما بعد اسم سانينغ سبورتس، وضمت ثلاث نوادي: إنتر الإيطالي، إف سي جيانغسو سانينغ فريق كرة القدم للرجال، وإف سي جيانغسو سانينغ فريق كرة القدم للنساء. بنك جولدمان ساكس بكل بساطة هو بنك انتهازي أمريكي تحكم في إنتر سابقا عن طريق القروض التي منحها إلى إيريك توهير من أجل شراء أسهم ماسيمو موراتي. بعد ذلك هذا البنك تحول إلى مالك فعلي وبحث عن مستثمرين جدد خاصة من الصين، وأدخلهم إلى عالم كرة القدم من بوابة الإنتر. ومن غير المستبعد أن يكون هذا البنك هو من يقف وراء هذا القرار، وهذا طبيعي في سياسة البنوك الاستثمارية التي تقف خلف الكواليس وتتحكم. في النهاية سياسة سونين كانت رابحة ماليا وناجحة بالنسبة لهذا البنك. الفريق تطورت قيمته من مستوى 270 مليون أورو إلى مستوى مليار أورو. السيناريو الثالث أيضا يبقى سيناريو وارد وبقوة: المال الصيني دخل إلى عالم كرة القدم بطريقة غريبة، والآن يغادرها أيضا بطريقة مثيرة للتساؤلات والشكوك، وكأنها كانت فترة لغسيل الأموال وانتهت هذه الفترة. وهذا المثال ينطبق على سانينغ وغيرها من الشركات الآسيوية. وفي كرة القدم أصبح هذا المثال عادي وطبيعي منذ سنة 2005، أي منذ نجاح خدعة الروس والجورجيين الذين في ذلك الوقت امتلكوا نادي كورينثيانس البرازيلي عبر شركة لتسويق اللاعبين تحت ملكية كيا جورباشيان. لكن هذه الشركة كانت تدفع أموال كبيرة لجلب أفضل النجوم في القارة، واتضح بعد ذلك أن هذه الأموال مصدرها روسيا وجورجيا. الخلاصة: سانينغ قررت الابتعاد عن كرة القدم بشكل نهائي، وكل خطوة كانت مدروسة. الخطوة الأولى كانت تغيير اسم النادي الصيني من إف سي جيانغسو سانينغ إلى إف سي جيانغسو فقط، أي اسم المدينة. الخطوة الثانية كانت إنهاء العقد الحصري مع شركة البريمير ليج من أجل نقل مقابلات الدوري الإنجليزي حصريا في الصين. والخطوة الثالثة هي بيع غالبية الأسهم في نادي الإنتر بمبلغ يناهز المليار أورو مع احتساب الديون. في النهاية شكرا لكم أعزائي المتابعين، لا ننسى زر اللايك، الكومنتس، السبسكرايب، وكل شيء سيكون في صندوق الوصف، الروابط، اللينكات الخاصة بكل الأخبار التي ذكرتها. شكرا لكم، إلى اللقاء.